عند الاستعداد لرحله الحج يجب على كل من يعاني من الامراض المزمنه تحديدا السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم وكذلك مرضى الكلى والربو التاكد من حالتهم الصحيه ان يعني كانت تسمح لهم بالذهاب ام لا. ويجب عليهم استشاره طبيبهم واخذ ادويتهم معهم كي تكون تجربه الحج مثمره وخاليه من الاتعاب. مشاهدينا للحديث اكثر عن الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الدكتور محمد عزمي ابو لبده اخصائي طب عام وطوارئ اهلا وسهلا دكتور صباح الخير دكتور صباح الخير صباح الخير, صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. دكتور بدايه يعني احنا عارفين انه في في ناس كثير بيروحوا على الحج بيكون عندهم امراض مزمنه بيكون عندهم اه تخوف انهم يروحوا على الحج ايش الاحتياطات اللي لازم يتخذوها قبل ما اه يقوموا بالمناسك اه اول شيء صباح الخير صباح النور اه بالنسبه لكل الحجاج اللي عندهم امراض مزمنه بشكل اساسي لازم يتابعوا مع الطبيب المتابع معهم ليتاكدوا انهم عندهم اللياقه الطبيه للاداء فريضه الحج من البدايه والشيء الثاني اللي يكون عنده الأدوية اللي بياخذها بشكل منتظم لفترة كافية خلال فترة الحج عشان مم. ما يتعب مع مم. البحث عن الدواء هناك في السعودية بالنسبة لمرضى السكري اللي هو طبقة كبيرة من الحجاج الشريحة عندهم الأكبر, أي شريحة الأكبر عندهم مم. السكري لازم يكون عنده جهاز فحص السكر حتى يقوم بفحص السكر بشكل منتظم خلال عملية الحج مم. وطبعاً نحن <applause> بنتكلم عن أي نوع من السكري ولا بشكل عام بشكل عام السكري, السكري. <applause> سواء كان النوع الثاني أو النوع الأول <applause> هم في الأخر حيكونوا على نفس الأدوية تقريبا أي. جهاز فحص السكر من الأجهزة الضرورية اللي لازم تكون مع الحاج <applause> بالنسبة للمرضى اللي ياخذوا الأنسولين يكون متاكد من عند العبوات الثلج اللي تدوم لفتره طويله للمحافظه على الانسولين لحفظه بطريقه سليمه وطبعا الادويه المرضى اللي ياخذوا الحبوب يكون عنده الكميه الكافيه من الدواء للفتره هذه. <applause> <applause> طيب من بين كل الامراض المزمنه ايهما او ايهم الاخطر او الاكثر خطوره تحديدا خلال فتره الحج اللي هي طبعا يمكن في لازم تحط في بالك في موضوع الزحام الشديد، التدافع حاليا حتى لسه الجو شوي حار <applause> فهي اخطر على من من أخطر المصابين بامراض على امراض القلب على امراض القلب امراض القلب أوكي. واللي سبق لهم التعرض لالام في الصدر وقاموا بتركيب قسطرات في شرايين القلب هذول المرضى لازم يكونوا على كامل الدراية بأنه في حال تعرضهم لأي ألام في الصدر م. أنه يكون معهم بخاخات النيتروغليسرين أو حبوب النيتروغليسرين ودائما ينصح أنه هو ما يسافر من غير مرافق, مرافق. ويتجنب التعرض للإجهاد الشديد عن طريق استخدام الكراسي المدولبة وشرب كميات كافيه من الماء بشكل متكرر أوكي. آه هذا بالنسبه لمرضى القلب طبعا في حال تعرضهم لالام صدر شديده ما تتجاوب مع حبوب النيتروجلسرين اللي يتم اخذها تحت اللسان فلازم مراجعه طبيب الحمله لتلقي الرعايه الطبيه اللازمه جميل جميل دكتور متى يتوقف الـ الـ الحاج عن عن اداء المناسك لما يحس نفسه وصل لاي مرحله بالنسبه لمرضى السكري اذا حس باعراض هبوط السكر اللي تتمثل في تعرق بغزاره الاحساس بالتعب والارهاق الشديد زغلله في العيون احساس مفاجئ بالجوع فلازم يتوقف عن اداء المناسك وياخذ وجبه خفيفه وهو يفضل ان يكون مع وجبات خفيفه مثل التمر او سناكس خفيفه يحافظ عليها دائما تكون معه خلال طول فتره الحج ففي حال به بهذه الاعراض لازم يتوقف فورا عن اداء المناسك وياخذ اسناك خفيف بعد كده يقيس السكر ولو كان طبيب الحمله قريب منه فما في مشكله لو كان شاف طبيب الحمله هم. بالنسبه لامراض القلب لو شعر بالام الصدر وما تتحسن مع اقراص النيتروجليسرين فيجب عليه انه يتق... يبلغ طبيب الحمله لتلقي الرعايه الصحيه اللازمه طيب كمان من الامراض اللي هي تكون متعبه موضوع الربو لأنه دائمًا يسبب ضيق في التنفس وخاصة أن المجهود البدني يكون كبير ومتواصل يعني. و... مرضى الربو يحاولوا طبعًا هو قدر المستطاع لأن الحج هو عبارة عن زحام ومناسك وفي احتشادات كبيرة فهو يحاول قدر المستطاع أنه يتفادى مم. الزحام الشديد. مم. يعني هاي على, على, شبه قدر على قدر المستطاع على قدر المستطاع. وإنه يحافظ على البخاخات تكون معاه قريبة منه بشكل دائم. في حال تعرض لنوبة من نوبات الربو. يستخدم البخاخ بشكل سليم طيب دكتور يمكن احنا تكلمنا عن اغلب الامراض المزمنه لكن خلينا نخص موضوع اللي يعانوا من مرضى او مرضى الكلى عاده ايش وضعهم هل هم اساسا مسموح لهم يروحوا للحج ولا مرض وضعهم الكلا بشكل مختلف؟ غالب المرضى اللي يحتاجوا غسيل كلى وطيشة فيهم يتابع مع طبيبه قبل نية للذهاب للحج لأنه في بشكل غالب ما, بيسم... ما بيكون لائق طبيا أنه هو يسافر الحج في حال أجازوه طبيا أنه هو يؤدي فريضة الحج فعليه تجنب أكل اللحوم الحمراء عشان ما يرهق الكلى وشرب كميات كبيرة من السوائل بشكل متكرر للمحافظة على الكلى تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر عن طريق استخدام المظلات ويفضل برضو استخدام الكراسي المدولة بالمرضى الكلى آه، كمان في موضوع آه، يعني لما يكون في عدد كبير مثلا من المرضى المتواجدين في نفس الحمله، طب مم. هل في مثلا من طرق كمان تساعدهم على الوقايه مثلا من الامراض اللي هي المتوقعه زي الانفلونزا او طبعي. اللي هي تزيد يعني هو يكون اوريدي عنده مرض مزمن وبعدين مم. كمان يصاب بشكل عام اصحاب الامراض المزمنه تكون مثل مرضى السكري تكون مناعتهم شوي ضعيفه وعندهم آه قابليه لانهم يعني ياخذوا اي او فيروس من المرضى وفي كثافه عدديه عاليه جدا ففي سهوله لانتقال الميكروبات فيفضل استخدام الماسكات الكمامات, الكمامات يعني للوقايه من الفيروسات اللي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي. طيب دكتور في حاله الان حصلت حاله قدامنا نوبه سكر مثلا كيف يتم التعامل معها؟ نوبه من سكر م. كوقايه من الموضوع هذا من البدايه انه مرضى السكر لو يكونوا لابسين اللي هو السوار في اليد يعرف انه مريض سكري في حيل أيه. في حاله انه هو تعرض لنوبة مستوى فممكن اي و... حد من اللي حواليه ممكن يحصل آه للوقايه منها ياخذ الوجبات قبل البدء بالطواف او لنفرض الس... لا سمح الله حصل موضوع الان امام شخص آه كيف يتعامل مع, مع الحاله في... في عدم وجود دكتور مثلا يعطيه اي عصير او اي تمر آه ما مسكر يقدر يعمل حلويات ممكن حلويات تمر يعطي السكر اللي في التمر يذوب مباشره من خلال التجويف الفموي فيرفع مستوى السكر في الدم مباشره، عصير حليب يرفع السكر مباشره، بعد كده يقوم يقيس السكر، ما يقوم يقيس السكر قبل ما ياخذ اي شيء يرفع. يرفع له السكر دكتور هل في ممارسات خاطئه يعني انت تنصح بشد الابتعاد عنها هو يعني تحديدا للي بيعانوا من من الامراض المزمنه الامراض المزمنه اهم شيء القيام بالاجراءات الوقائيه <applause> اخذ الادويه بانتظام بشكل مستمر هي يمكن من اكبر المشاكل لأن الناس تنسى تاخذ الادويه بالذات امراض ضغط الدم وامراض القلب لازم يحافظ على اخذ الادويه بشكل مستمر ومنتظم ما <applause> ما ينسى مواعيد الادويه لانه بالتالي ممكن يواجه مشاكل طبيه جميل <applause> والاساليب الوقائيه مثل مثل ما قلنا مريض السكر ياكل قبل ما يبدا الطواف او السعي هو الشرب كميات كافيه من المياه بشكل متكرر وبكميات مناسبه وطبعا التوقف تماما عند الشعور باي اي, أي عرض, أي عرض كل واحد طبيب تمام. نفسه في النهايه طبعا 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 نشكر الدكتور محمود عزمي ابو اخصائي طب عام متوارى على, على كل هذه النصائح طبعا للحجاج شكراً, شكرا جزيلا لك